تحيتي اليوم احنا موجودين في قرية السندياني القرية اللي تم تهجيرها في العام 48 السندياني من أجمل قرى منطقة الروحة أو التابعة لقضاء حيفا تقع جنوب حيفا تقريبا 25 كيلومتر تعالوا نتعرف على هاي البلد تحيتي أخ أحمد أبو عمر أحمد فحماوي اليوم أنت جبتنا على السندياني السندياني البلد الجميل اللي كانت عامري لحديث العام 48 لنا عن السندياني صباح الخير صباح النور كل عام وكل أبناء شعبنا وين مكان بألف خير رمضان كريم رمضان كريم يعني أنا أول شيء بتشكر تلفزيونكم الكريم مساواة على هذا اللقاء وكمان بدي يعني أحكي لأهل السندياني بشكل خاص أنه بشرفني إني يكون على أرض السندياني وإحكي عن أهل السندياني يعني كان من المفروض أن يكون من أهلها يحكوا عن, <applause> عن السندياني عن, عن طرابها عن زعترها عن عن زيتونها عن اشجارها عن نخيلها، كل شيء عن طبيعتها جين. عن عن رائحه الطابون فيها الباقي لليوم لكن يعني نحن مش سر انه السندياني يعني الاحتلال وزع اهل السندياني في كل اصقاع العالم فهذا شرف عظيم لي اني احكي عن السندياني السندياني تهجرت في 12 5 عام 48 معها خمس قرى هي مع خمس قرى السندياني صبارين، ام الشوف خبيزه قنير هذول تهجروا في يوم واحد اللي هو 12 5 عام 48 طبعا السندياني قريه من قرى قضاء حيفا نحن جنوب مدينه حيفا يعني تقريبا 35 36 كيلو متر تعتبر من قضاء حيفا نعم نعم من قضاء حيفا طبعا حيفا عمليا كانت مركزيه اكيد يعني اللي اللي كان يمرض في السندياني كان يروح على مستشفى حمزه في حيفا كل حتى الدكاكين اللي كانت في قريه السندياني احتياجات هاي الدكاكين كانت من حيفا طبعا ويمكن يكون من صبرين بعض الحاجيات صبرين عمليا هيها شرقيه نعم صبرين بالاتجاه الشمالي الشرقي من مكان وقوفنا على بعد 2 كيلو متر تماما اليوم على أرضها في مستوطنة عمي كامل اللي أقيمت عام 1950 طبعا السندياني مساحة أراضيها كانت تقريبا 16 ألف دولم يعني كمية أراضي جدا ممتازة كان عدد سكانها بين 1300 إلى 1600 نسمة لأنه ما كان في إحصاء رسمي فهيك كان تقريبا عدد السكان طبعا أهل السندياني مثلهم مثل كل قرانا أهل قرانا قبل عام 48 وحتى بعد القرى الموجودة عاشوا على رزق الحلال نعم عاشوا على رزق الحلال على تربية المواشي على الزراعة السنديان موقعها زي ما حكيت عمليا شماليا بتيجي زمرين نعم السندياني طبعا هي قرية من قرى منطقة الروحة منطقة الروحة باتجاه الجنوبي من جبل الكرمل طبعا جارنا الأقرب علينا بالاتجاه الشمالي هو جبل الكرمل بيفصل بين الروحة وبين جبل الكرمل وادي الملح وادي الملح نعم وادي الملح عند قرية الفرديس بالنسبة للسندياني طبعا حدود او جيران قريه السنديانه مثل ما حكيت بالغرب عندنا زمرين المهجره عندنا بريكي ام العلق بريكي ام العلق هدول تم تهجيرهم نعم. هاي خراب ولا قرى لا قرى كانت قرى, قرى طبعا أه. طبعا يعني ام العلق بالاتجاه الجنوبي منها كان هناك خراب ولكنها كانت مسكونه خربه الشونه نعم كانت موجوده البحر الابيض وجس الزرقاء كلهم هذا في الاتجاه بمقابلها الغربي عندنا بالاتجاه الجنوبي مستوطنات مثل افييل اللي اقيمت على ارض السندياني عام 1949 وعندنا مستعمره بنيامينا قبل طبعا مستعمره بنيامينا كان طبعا فيها محطه للقطار قطار اللي كان يخدم من حيفا الى طول كرم والى الى 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 نعم الى سينا كمان الى سينا للجنوب لمصر نعم صح لمصر بالاتجاه تطلع من حيفا لبيروت نعم صحيح. ومن حيفا تروح على بيسان من حيفا لبيسان من حيفا لبيروت عبر راس الناقوره آه. نعم خلفي تماما بالاتجاه الشرقي عندنا قرى ام الشوف وخبيزه وقنير وفي كفر قرع العامري كمان بالاتجاه الجنوبي الجنوب. الشرقي الجنوبي الجنوب عمليا هاي وادي وادي عاره عمليا عقبالنا نعم نعم وادي عاره وسلسله جبال الخطاف هذا كله بنقدر نشاهده من هون أي نعم والقرى يعني مبين القرى المثلث يعني اعتقد نعم يمكن ام الفحم نعم صحيح بتصير للجنوب نعم الجنوب صحيح بتبين وادي هون عاره وعرعره نعم, عارة. نعم اي نعم بالاتجاه الشمالي صبرين الاقرب علينا أه. حكينا وادي الملح طبعا بيفصل بين منطقة الروحة وجبل الكرمل وعنا إجزم وبلدي أم الزنات أم الزنات نعم دالة الكرمل العامري وأسف يا العامرات وما بعدهم طبعا مدينة حيفا بالشرق تماما نسينا كمان أنه نذكر أنه مدينة أم الفحم العامري اليوم طبعاً آه مدينة أم الفحم معاوية البشو... بويشات آه معاوية آه الكفرين كل هاي القرى بالاتجاه اكثر الى الشمال الشرقي عندنا مرج بن عامر مرج بن عامر كل قرى عرب التركمان الافاضل وطبعا كل التحيه لكل بلد احنا ذكرناها هذول وعشيرتنا كلياتهم ما عندنا فرق بين السندياني وبين اي قريه مثل ما انا ما عندي فرق بين مزنات بين عائله وعائله السنديان هاي شجره السنديان طبعا هاي من هاي الشجره العظيمه اللي انا كل ما اتامل فيها بشعر انه لازم اقلد هاي الشجره حتى بالصلابه نعم بالصلابه بحب اني اقلد هاي الشجره دينا. ومقاومه لكل الامراض يعني انا ما شفت شجره سنديان ذبلانه ولا مصفر ورقها دائمه الخضره صلبه حتى اللي كانوا يعملوا مفاحم مشاحر أه بالفلاحي طبعا كانوا يختاروا فحم السنديان فحم السنديان فحم السنديان نعم شو فحم نعم سنديان فحم السنديان أه هذا افخر فحم أه موجود نعم اليوم هاي الدولة اللي نحن فيها مانعين بشكل قطعي أه انك تعمل مشهره قال يا سيدي هذا بلوث البيئة أما تصريحات هذا هون هون بتلوثش البيئة لا والمصانع بتلوثش البيئة فنحن نرجع للمكان اللي إحنا موجودين فيه هون اللي اخترناه اخترناه لأنه كنا نتوزع في عدة أماكن ولكن مثل ما شفتوا الهشران اه يعني عاملة سطوتها في المكان وما شاء الله أرض السندياني أرض خصبة جداً والارتفاع بعض الاماكن ارتفاع العشب فيها فاق المتر و هذا في مركز القرية في منطقة المسجد في منطقة المسجد اللي منطقة المسجد الغربية نعم الغربية نعم وين موقعنا؟ في, في جذر البلد، المسجد في جذر في جذر البلد في آثار للمسجد؟ نعم في بعض الآثار آه في القاعدة تبعته لا زالت موجودة عندنا المقبرة كمان بالاتجاه الجنوبي من القرية وللمقبرة حكاية وحكايتي أنا كبكار فحماوي مع مقابر القرى المهجرة اللي بزورها حكاية طويلة لأنه هناك العبث بالمقابر المقصود وغير المقصود حدث ولا حرج فمقبرة السنديانة وهن مقبرتين طبعا إحنا أنا والأستاذ محمد اللطفي المحامي البارع ابن أم الفحم, أم الفحم اللي بنقدم له كل الشكر طبعا على صديق عزيز اللي, وغالي. اللي اشتغل فيه وقارع السلطات المختصه وقدرنا نحصل منهم انه يجوا يعني نضغط عليهم واجوا وسيجوا المقبره الكبيره ونحن بعدنا في نضال مستمر حتى نسيج المقبره الثانيه ونصحح اكثر المقبره اللي سيجناها فنحن اليوم هون على موقع مدرسه السنديانه اللي كانت مستاجره في بيت نجيب النزال هاي المدرسه اللي كانت يعني حتى الصف الرابع لكن بالسنوات اللي متقدمه اكثر تم بناء مدرسه حكوميه حديثه بالاتجاه الشمالي احنا مرقنا عنها اي نعم طبعا تركت هاي المدرسه ولكن هذا البيت اللي كان يتعلم فيه اطفال في مثل هاي الساعات كنت تسمع اصوات المدرسين مدير المدرسة تسمع أصوات الطلاب أه الأهالي اللي كانوا يزوروا أولادهم هون شوف يعني أستاذ سعيد تاريخ موجود التاريخ الأصوات موجودة موجود. نحن موجود. فلسطينية أنا ذكرت مبارح في تقرير في قرية المزار المهجرة أنه أمي جابت 12 فلسطيني فكل أم فلسطينية جابت كذا ولد أم. نعم وفي أكثر من أمي جابوا وأنا جبت أولاد وأنت جبت أولاد لله مثل ما قال وزير الماليه الاسرائيلي سموتريتش في فرنسا ها. انه ما فيش شيء اسمه شعب فلسطيني يا اخي تعال اسال الزعتر تعال اسال الخروبي احنا تعالي اسال هذا الحجر هذا الحجر يعني ما في شيء هون الا بنطق باسم فلسطين هذا الغباء أنا تبعهم الفلسطين. هذا الانسان الغبي خاوه نحن فلسطينيين خاوه احنا موجودين هون بالمدرسه يعني عمليا كان في مدرستين نعم اللي كان يجي من من قرى ثانيه ويتعلموا هون او تابع فقط بس عدد السكان 1400 1500 1450 كيف انا بقرا كان بال 45 يعني بال 48 وصل تقريبا 1800 نسمه انا قلت انه من 1300 ل 1600 1600 <applause> يعني تقديرا آه. يمكن اقل شوي يمكن اكثر شوي لكن هذا اللي كان موجود نعم حلو طب الموقع تبعها قدي جميل اخضر يعني انت انا حاسس حالي بجنه يعني انا شايف الزعتر وعلى فكره انت حكيت انه احيانا بيمنعونا ان نقطع من شجر السنديان, السنديان السنديان او نقطع هيها واحنا انا جاي ملان زعتر انت عارف ليش بيمنعونا نقطع الزعتر طبعا بعرف لانه احنا مثل الزعتر ايوه <applause> احنا مغروسين في الارض شتلة الزعتر هن بدهم. إذا ما انقصت شتلة الزعتر بدها تموت بعد كم سنة جذورها بتعودش تحمل الفروع الكبيرة اللي بتطلع لفوق فإذا ما نقصها بتضلها عايشة عشان هيك إحنا أهلينا عودونا إن نقص شتلة الزعتر عشان شتلة الزعتر تضل عايشة وإحنا مثل شتلة الزعتر بدنا نضل نقصها عشان نعم. نضل عايشين نعم. لكن اللي انا بدي اقوله يعني يعني عيون المي فيها بتشهد انها عربيه عين اسماعيل ايش العيون اللي كانت هون ملان عين البلد عين م. اسماعيل عين طه عين الميته الحنانات يعني كل وادي المخاضه م. وادي المخاضه اللي منه في عيون في في قلبه عيون طه وعيون اسماعيل وعين الميته اللي لا تنضب ابدا حتى الاسماء نعم حتى الاسماء عربيه يعني حتى الشخص اللي بنى في مستوطنه ما بيعرف اسماء العيون طبعا لا طبعا لا اليوم والشيء اللي اللي بزعل انه بعض الزوار من اهلنا القلال اللي بزوروا هذه المواقع يعني بكتبوا على اللوكيشن اللي نحن آه. اللي بنقول عنه الموجه أيوة. أيوة. اه اسامي عبريه حتى يوصلوا للمواقع وهذا بنظري شيء مخجل وشيء معيب نحن مفروض فينا فقط ان, 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 ان نتخاطب بين بعضنا بلغتنا العربيه باسامينا مسمياتنا العربيه السندياني مش ابييل سمبرين مش عمي كام إما الزنات مش اليكيم ام <applause> الزينات ام الزينات طبعا نعم ليش تاني انا ابن ام الزينات اجملها اقول اليوم انا كنت في اليكيم مين اليكيم هاي سنه ال51 ابوي قال لي انا شفتهم بعيني جابوهم في سيارات مخلعه اه 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 إخننتهم نازله على على نياعهم يعني والجرب ماكلهم الجرب ما كلهم هذا حقيقي مية في المية هذا حقيقي مية في المية فما يجوا تشاطروا علينا اليوم ما يجوا تشاطروا علينا اليوم نحن شعب فلسطيني حي احنا الجذور هاي الارض نعم ولا بد ومش ممكن احنا نهمل حقنا او نتناسى او ننسى او نتناسى حقنا حقنا نرجع ارضنا ومش معناته اني بطالب في ارضي معناته انا بدي احرق الطرف الاخر لا. لا. لا انا بدي حقي انا فيش بدي حقي ما اعتقدش انه في على الكره الارضيه هاي المدوره يعني ناس إنسانين انسانيين اكثر منا ولا ولا يمكن احنا احتضننا احنا, إحنا, إحنا نعم. هذا بس انت ما تنكرني انا هذا انا بدي حقي السطر الاخير انا بدي حقي طب يعني احنا انا شايف هوني زي ما حكينا في البدايه زيتوني زيتوني والزيتون واحنا جايين هناك الخروب اللي كان يعملوا دبس الخروب الروب. الرب الخروب تيني صبرة رمان رمان هناك نخيل أيوة هاي شجرة النخيل حتى شجرة النخيل رافضة تسقط رافضة تسقط نعم. حتى اللي ماتت ظلها تواقف نعم. شاهد نعم. على هذا والنخيل فوق كمان أيضاً نعم. شوف أصوات العصافير هذا بقول أنا فلسطيني <applause> ما أجمل هذا الموقع. الطير هذا الطير اللي تعود يجي من من أسقع الأرض الدنيا نعم. كان يغرد باسم فلسطين وانا متاكد انه بعده ما تعلمش عبراني هذا بعده بتغرد باسم فلسطين اه طبعا جميل جدا طالما اجمل هالمنطقه هي الله نعم احنا موجودين عمليا على الطرف السنديانه طبعا هي كانت مقسومه لحارتين حارتين الحاره الشماليه والحاره الجنوبيه، نحن موجودين في الحاره الجنوبيه مثل ما حكينا المسجد في على بعد تقريبا 80 متر من مكاننا بهذا الاتجاه الجنوبي إلى يمينه على بعد تقريبا خمسين ستين متر في منخفض يعني جميل جدا هناك واقع المقبرة اللي فيها أعزائنا أمواتنا وطبعا دائما نحن نترحم عليهم وهم الحراس اليوم هم الحراس الموجودين وصدقني يا أستاذ سعيد هذول الميتين هون فيهم حياة من الحياة ومن من الروح اكثر من الامه العربيه على حدود فلسطين كلياتها في عين جايين حكيت لي تحت نعم عين بلد عين بلد نعم عين البلد عين البلد عين البلد هاي فيها نفق هذا النفق يعني كان يستجر المي منه حتى كيساريا حتى البحر الابيض المتوسط من نعم من سن نعم. من اللي بتبقى تقريبا اصلا 15 منابعه, أو ع... منابعه من عين جاسر في صبرين 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 للشرق من عين جاسر بمر على بير صبرين ومن بير صبرين تحت الارض بيوصل لعين البلد ومن عين البلد لكيساريا المقطع الوحيد اللي فوق الارض هو موجود عند جسر الزرقاء شرق جسر الزرقاء وين الجسر؟ نعم واضح على الطريق هناك الجسر القديم نعم والنفق هذا يعني اهالي كساري عمليا كانوا المي ياخذوا من هون المي كساره كانت تشرب من هون ومنطقه ملانه بالينابيع طبعا منطقه الروحه, الروحة. يعني كثير بيقولوا انه منطقه ال عين أه. انا بتجوالي الشبه اليومي بمنطقه الروحه باكملها انا بقدر اعدلك هسه واحنا قاعدين اكثر من 200 عين, عين اكثر موي. من 300 عين ما فيش بلد مهجرة في منطقة الروحة ما فيش في منطقتها 10 عيون مي. يا الله آه. هذا بالباب الواطي يعني فاغنى مناطق فلسطين في المي هي منطقة الروحة وانا في هذا المقام كمان مش ممكن يفوتني اني أحيي اهالي السندياني من كل عائلاتها، العيلة الصغيرة والعيلة الكبيرة ما في فرق نحن بالنهاية تهجرنا ابن الذوات والـ والـ وابن العيله الصغيره كله وقف عند مكاتب وكاله الغوث المختار وابن المختار وابن الفقير وابن الراعي كلياتنا اخذنا كرت المؤن واخذنا كرت تسجيل وهون عندي ملاحظه لكل اهلنا اللاجئين في الخارج انه يعني في احد الاخوه نبهني انه يجب على كل لاجئ انه يسجل في كرت وكاله الغوث حتى ما يضيع حقنا وحتى ما يتسجل أنه نحن بطلنا لاجئين تسجل أي بلد نعم وأي بلد ويسجل في كرت وكالة الغوث حتى ما يندثر حقنا ونصبح نحن مواطنين في, في شرق الأردن أو مواطنين أو في, أي مكان في أو في العراق أو في أمريكا ويضيع حق في اللجوء هذا الوجود. اللي بدها هاي الدولة بدها أصلاً كانوا مطالبين أنه وكالة الغوث ترفع عن شعبنا الدعم الدعم نعم وكانه شعبنا صار فوق الريح ونحن شعبنا بنعرف كيف عايش في عين الحلوه وفي نهر البارد وفي اليرموك وفي حندرات وفي وفي مخيمات البقعه نعم نعرف ابو عمر اخي احمد فحماوي شكرا لك آه غلبناك انا ما غلبنا غلبناكش انا يعني كل مره بطلع رحله بطلع على شي قريه بالنسبه لي رحله يعني زي هذا المنظر واحد بفر كل العالم ما فيش في العالم زي هذا المنظر بانتمائك بحبك لهذا المكان ريحه الطبيعه جمال الاراضي الخضار احنا موجودين في فصل الربيع ما اعتقد ولا في محل بالعالم في اجمل من هذا المكان لا لا هذا بكل ف... تاكيد وكمان كلمه شكر اخيره لحضرتكم وانا اللي الشرف اني احكي كمان مره باسم اهل السندياني هذول اهلي وعشيرتي وانا بحبهم جدا وبيعرفوا انه انا اسبوعيا باجي على هاي البلد بكل فصول السنه يعني بالخمسيني باجي بالربيع باجي بالبرد بالحم وفي لي مقاطع فيديو تحت المطر تحت المطر صورت مقاطع بالسندياني تحت المطر نعم فالف تحيه حب لاهلنا في السندياني ولكل ابناء شعبنا من كل قرانا المهجره اينما كانوا والعامري والعامري طبعا طبعا الف إحنا شعبنا طبعا كله وهيك اعزائي نوصل لنهايه حلقتنا اليوم في قريه السندياني القرية الجميله الوادعه اللي تم تهجيرها في العام 48 والى اللقاء في مكان اخر في الوطن